They cannot go back to their countries. We've had a war in Syria for 3 years. We have had a refugee crisis for 2.5 years. We've been seeing pictures of dead Syrian children for way too long. These people are coming from many different countries and fleeing everything. Migrant crisis is getting worse by the day. A migrant crisis spiraling out of control. Hundreds of thousands of asylum seekers are risking everything. A human wave. The numbers are impressive. For some, they are frightened. And then there's the political dimension as well. There are many people in Syria who just do not believe that there will be a political solution to this crisis, this war, this civil war that has been raging for so long. عادات شلون الواحد بيتأقلم أكيد بيلاقي صعوبات. يعني ما بنعرف شيء. اللغة أهم شيء، يعني لقينا أكثر شيء إنه هون صعوبة باللغة، بس هلا شوي يعني عم نتعلم شوي كلمات مشان نتأقلم يعني مع الحياة هون. يعني الصعوبة كثير عن اللغة كثير عم نواجه فيها صعوبة. يعني مثل اليوم انا الصبح اجاني تليفون، دقوا لي تليفون عم بحكوا انجليزي، ما فهمت عليهم، ما صدقت اتواصل معهم. مثلا ابني مرضان، انا بدي اقعد على الدكتور، بواجه كثير يعني بروح على المستشفى ويجيبوا لي مترجم ويحكوا معي وكذا وهيك. يعني صعب اتواصل معهم انه نوصل لهم الفكره. مثلا انا ابني مرضان حاجه فلان شغله، بس هاي اللي عم واجه صعوبه فيها. جينا كثير تعذبنا انه ما في حدا، وكان انا بصفي ما في حدا يحكي معي عربي ولا حدا يحكي معي شيء طويل، وبشوفهم كلهم يحكوا انجليزي. ما في الا كانت بنات والانسه بتقول لها درجي ميله، بتقول انا ما بحكي عربي. احنا يا 6 شهور بس. 6 شهور؟ اي 6 شهور، بعد 6 شهور نحن صرنا نشتغل وندفع. بدفعونا اول 6 شهور، بدفعونا ايجار البيت، المي، الكهرباء، ايجار البيت 6 شهور تمام. وبعدين رح ندفع، وبعدين رح نبلش ندفع. يعني انه بيعطونا ايجار بس يطلع السوشيال بالشغل. صعوبة شوي بالشغل، يعني باعتبار انه ما في لغة. ها يعني نرجع نقطة الأساسية من اللغة. ايه صعب. انا يعني لما اخذتني المنظمة دبرت لي شغل على التشيكن، كان بعيد شي ساعة من هون، ساعة روحة ساعة رجعة بالتشيكن. ساعة روحة وساعة رجعة، يعني كان 12 ساعة 13 ساعة، وما احسن يعني اكفي شغلي واكفي حاجات بيتي. تميت شي 4 شهور عم بلا شغل، تميت 4 شهور بارك ما اشتغلت، حتى لقيت شغل قريب شوي. يعني بدي اشتغل مصيبة وما بعرف شغل. يعني الواحد مثلا اوروبا يوم بروح لاجئ عليها ولا كذا بيعلموهم اللغة وبعدين بنزل على الشغل. شيلي يا ولد بينفعوا له لسنة لك سنتين ولا ثلاثة بده يتعلم اللغة، لأنه بيعتبر حاله أخرس. بس اشتغل تاني بالهوم جودز أخرس إلا شوي. يعني هاي أنا خريج جامعة، شلون اللي 90% اللي جايين من اللاجئين ما بيعرفوش، يعني مش دارسين أصلاً. إيه ما عنده شغل. يعني صار إنه يجاري بيشتغل معي ما بيعرف شيء. يعني ولا كلمة. المفروض إنه أول شيء نتعلم شوي إنجليزي شيء سنة، مثل ألمانيا، مثل نظام ألمانيا إنه بيتعلموا سنة شيء سنة ونص، وبعدين إنه بيشتغلوا. لكنه أقل شيء سنة يتعلم، ما بيفضى يعني يروح. ما بيفضى، بطلع 5 الصبح برجع 7 المساء. تفكير تبعك خلص، تفكيرك إنه بدي أدفع جزء كبير بدي أصرف على أولادي، خلص ما عاد في يعني شغل بهالشغلة هاي.
صارت البيوت غالية عند غليت على عم يحكوا انه غليت بعد ما اجينا ما كان هيك. هذا اخذته ب 700 دولار غرفة وصالون 700 دولار. بالنسبة إلي يا زوجتي 6 شهور بعدين جددونا يا 6 شهور وبوقفونا يا الأولاد يا سنة 18 سنة ماتيكات وطين كل شيء للأولاد. والله إحنا مرضنا يعني نجيب دواء حسابنا أنا وزوجتي حسابنا. إحنا 8 أشهر أو سنة. اللي بسألي بالشركة هاي اللي بشتغل فيها جديد مأمنة يعني دفعتها لي الأولاد مأمنين المرأة مأمنة ل5 سنين. My name is Scott Keller, and I'm a board-certified family physician right now practicing in Lilburn, Georgia. I inherited the job as medical director of Grace Medical Missions. Grace Medical Missions started 16 years ago as a response to needs in foreign countries. Recently, we were given the opportunity to practice in a house on Ponce. Clarkson is the most diverse square mile in the country and growing as we speak, bringing in more refugees. Without health care, without jobs, we see anywhere from 35 to 50 patients on a Saturday. Some severe needs. A lot of these people come from countries where they have had no health care, no preventative care their whole life. I feel like with great power and the blessings we have, as physicians or nurses or medical personnel, we also have great responsibility by delivering health care. We're pursuing peace with people and otherwise Americans would see as enemies. طلعانين من الحرب طلعانين من المدرسه نفسيتنا تعبانه وجوني كمان يعني اكيد صار علي نفسيه انه شو طلعتي بلدك انه حافظتك اهلك بسوريا انه مشغول بالك عليهم هون كثير اثر علينا بزعل كثير انا بزعل كثير بصفن على اللي صار وما في حدا بيت الا ما راح له حدا يعني حتى انا اختي وجوزها استشهدوا بالحرب وابنها ضلت عندها بنت يتمت هلا مستغربة ما تقولي فيلم رعب عن جد ولا صار فيلم رعب وصوري هاي انسرقت وعدل انقتل وعدل شو New polling from Bloomberg shows the majority of Americans, 53%, do not want the United States to take Syrian refugees. يعني أولاد تحت الحرب تحت القصف وين يروحوا إذا ضلوا بسوريا ليموتوا أولاد الزمول بس يصير وين يروح يعني إذا قصف بيته خراب هذا عنا بحلب ما في لا مدارس لا في مستشفيات لا في بيوت وين يروح طيب يعني إنسانيا إنه يفتحوا بوابة للسوريين ما في غير قتل يا سرقية ما في أمان
صواريخ يا بدك تضل بالبيت، ضلينا محبوسين شي سنتين بالبيت، لا طلع ولا فوتي. يعني أنا ما عم تطلع من سوريا سياحة، عم تطلع من جوع، محاصرة، ما في أمان يعني. هيك عم يطلع يعني. You don't have that many options when you're a refugee in Syria. You're given four typically. Option one, you stay, you die, or you watch a family member die. Option two, you leave and you die, just like that boy that washed the shore in Turkey. Option three, you stay and you live, but you end up just like that kid that ended up all over the news in the back of the ambulance. And option four, you leave, but you end up stuck in one of the refugee camps, not knowing where or what your future is going to hold. These are your four options as a citizen of Syria. Which one would you take? كل شيء بيمر عليه بيكون صعب بالنسبة للبيوت، للشغل، للغة، ومولود جديد لسه بعالم جديد. بدي أقول للي عم يقول أنه هو ضد فكرة مجيء اللاجئين السوريين لأمريكا ولا لأي بلد بالعالم، أنه ليش؟ كل الحرب اللي عم تصير فيها بسوريا ما شفته، عم تقول له أنه ما يصير يجي لاجئ، وين يروح بحاله؟ على الحدود وقعد، حرق ومات، غرق ومات، ضرب وقتل مات، جاف جميع أساليب الموت. شو لسه مستني؟ ما بدك يا يعيش. واللاجئ اللي طالع هارب من حرب وهارب من ظلم بده يطلع يعيش اولاده، شوف عيشة احسن من اللي كان هو عايشها. يعني لاجئ وين بده يروح؟ يعني نحن بنحب السلام وقلبنا طيب. الشعب السوري اللي بحب يشتغل، بحب يعيش، بحب ينتج. نحن سوريين، نحن بس جايين نعيش انه بامان، مو جايين نخرب ولا نعمل ولا اي شيء. العالم عم تقتل بسوريا وعم بندبح، هذا اشاره انسانيه، بترجع اشاره انسانيه.